السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة دري حمالي شروحات دري تيكنو. كيف تعرف الرصيد نتاعك مباشرة دون انتظار تلقي رسالة؟ يعني بلا ما تقعد تستنى 10 ثواني ولا دقيقة وانت تستنى في رسالة باش تعرف الرصيد نتاعك. طريقة بسيطة جدا، كلنا رانا دايرين، أغلبنا يعني كاين اللي يعرف الطريقة وكاين اللي ما يعرفهاش، راهو داير الموزع الصوتي باللغة العربية أو اللغة الفرنسية كما راكم تسمعوا دركا. كما راكم تسمعوا راهو باللغة العربية حاليا. نقوم بتجربة الرصيد نتاعنا، نشوفوا إذا كان نعرفوا الرصيد مباشرة أو نتلقى رسالة. نديروا الرصيد نتاعنا، نشوفوا كما راكم تشوفوا هنا قال لك فوتر دوموند اي بريسي، يعني راهو باش يجي رسالة، إلا لقتنا الرسالة كما راكم تشوفوا هذه هي الرسالة باش تعرف الرصيد نتاعك، يعني ما تقدرش تعرفه مباشرة، لازم تلقى رسالة. كيفاه تعرفه مباشرة؟ كل ما عليك فعله هو تحويل الموزع الصوتي إلى اللغة الإنجليزية، والطريقة سهلة جدا. نديرو هذا الرقم كما راكم تسمعوا باش نغيروا اللغة. الرقم واحد قال لك اللغة العربية، واحد اللغة الفرنسية، رقم اثنين اللغة الإنجليزية 3. نضغطو حنا 3، تزيد اضغط على علامة ديز، نضغطو على علامة ديز صاي. قال لك راهو يعني كونفيرم كيما نقولوا، اللغة راهي تكونفيرمات. رحنا نديرو الرصيد نتاعنا من جديد، نديرو 22 ديز اوكي. كيما راكم تشوفوا الرصيد نتاعنا يطلع لينا مباشرة، يعني دون انتظار تلقي الرسالة، يعني نعرفوا الرصيد نتاعنا مباشرة. تقريبا هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتم، وان شاء الله ما بخير عليكم حتى حاجة راني نعرفها. نلتقي في شرح آخر، سلام.